قديماً وبالتحديد قبل عصر الإنترنت والتواصل الاجتماعي كانت المراقبة والتجسس تتم عبر الهواتف أو كاميرات المراقبة، لكن اليوم من منا ليس متواجداً على شبكة الإنترنت سواء من خلال إيميل، مقال، صفحة التواصل الاجتماعي وغيرها. بحث جوجل بسيط سيكشف لك أن معلومات كثيرة عنك متوفرة للعامة، فأنت اليوم لست فقط مواطناً في بلادك تحمل جواز سفره، أنت مواطن رقمي له حقوق وعليه واجبات ومسؤوليات، ولديه أيضاً مخاوف مرتبطة بهذا العالم الافتراضي. ربما أحد أكبر المخاوف والذي كثر الحديث عنه هو الخصوصية في هذا العالم، فهل ما زال بإمكاننا الحفاظ على خصوصيتنا؟ أم حان الوقت لنرضخ للواقع ونتخلى عن فكرة الخصوصية على شبكة الإنترنت بشكل كامل؟ كل هذه أسئلة راودتني كي أبحث عن إجابات لي ولكم. ماذا يحصل عند عمل بحث عبر جوجل أو نشر مدونة على أي موقع رقمي أو مشاركة سيلفي مع أعز أصدقائك على أحد مواقع التواصل؟ هل لا زال هذا المحتوى ملكك أنت فقط؟ ولنفرض أنك حذفت المحتوى المنشور، هل فعلاً تتم إزالته تماماً من الشبكة؟ ليس بالضرورة، إليكم بعض المعلومات التي عادة ما تخزن بشكل دائم على الشبكة العنكبوتية. شركات الإنترنت تخزن موقعك وتحتفظ برحلاتك وتنقلاتك، هذا في حال تشغيل خاصية تعقب الموقع التي نحتاجها عند استخدام خدمة الخرائط أو طلبات التوصيل وغيرها من الخدمات، كما أنها تنشئ ملفاً شخصياً لك استناداً إلى المعلومات التي تغذي أنت النظام بها شئت أم أبيت، فإن أبحاثك عن مجالات اهتمامك وتصفحك للمواقع تستخدم لتكوين ملف خاص بك حتى لو مسحت تاريخ التصفح، كما أن بعض الشركات الضخمة تربطها اتفاقيات دون الرجوع إليك، تتشارك من خلالها معلوماتك مع تطبيقات قد لا تمتلكها هي، وبذلك يصبح ما تقوم به على التطبيقات المختلفة مكشوفاً لديها. هذا عدا عن الرسائل الإلكترونية والملفات الخاصة التي تخزنها على مجلدات افتراضية، وأيضاً صورك ومعلوماتك الأخرى المحفوظة على هاتفك الذكي. قد تتساءل لماذا تقوم هذه الشركات بتخزين كل هذه المعلومات؟ هنالك عدة أسباب، بعضها يتعلق بسلامة الأمن القومي وضرورة معرفة المستخدمين لمحاسبة المؤذين منهم، لكن هنالك سبب ملح أكثر ويعد دافعاً أكبر لشركات الإنترنت الربحية، إنه ببساطة الإعلانات. فبيانات المستخدمين تتحول إلى تجارة مربحة على الشبكة من خلال إعلانات الإنترنت، تقدر قيمة هذه التجارة بأكثر من 120 مليار دولار، وهي تقوم على جمع قدر هائل من البيانات حول المستخدمين من خلال استخدام عدد كبير من أدوات التتبع ثم تقسيمها إلى شرائح مختلفة وبيعها. اليوم جمع معلومات المستخدمين أصبح سهلاً جداً من خلال استخدام تقنيات الكوكيز للتتبع أو معلومات تعريف المستخدم وشروط التسجيل. لربما أحد أبرز العناوين في هذا الإطار مؤخراً كان فضيحة كامبريدج أناليتيكا، حيث اعترفت فيسبوك بأن شركة الاستشارات السياسية حصلت على معلومات شخصية بما يقدر بنحو 87 مليون مستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي بطريقة غير مشروعة لأهداف سياسية. جهود كبيرة أعلنت وتعلن عنها بشكل دوري شركات الإنترنت الكبرى، لكن وبرغم كل ذلك شهدت السنوات الماضية على بعض أبرز وأضخم خروقات البيانات الإلكترونية في أكبر شركات العالم. في تفاصيل خصوصيتي كمستخدم على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أرهقتني كمية التهديدات التي تواجه البيانات. أول رد فعل كان التفكير بإلغاء تواجدي على مواقع التواصل بشكل كامل. تراجعت عن هذه الفكرة لأني تذكرت الفائدة الكبيرة للإنترنت في حياتنا اليوم، لذلك تخليت عن الخوف والنظرة التشاؤمية وقررت أن أصبح أكثر حذراً ووعياً عند مشاركة معلوماتي الخاصة، وأصبحت أتمعن في الأحكام والشروط التي نتجاهلها غالباً قبل التسجيل في تطبيق أو موقع جديد.
ماذا تفعل أنت لحماية خصوصيتك على الإنترنت؟ شاركوني آراءكم ومقترحاتكم على هاشتاغ NBC في أسبوع. ألقاكم الأسبوع المقبل مع إجابات جديدة.